أينما كنتم مستمعين، أسعد الله صباحكم بالخير والبركة. صباح نتواصل فيه بكل الحب والتفاؤل. تواصلنا معكم مستمعين يتجدد في برنامجكم صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. استيقظنا على ملامح نوفمبر، ينعكس عليها سلام بلادي وتسامحها مستمعينا. معكم أحبتنا من الآن وحتى تمام التاسعة، نتواصل وإياكم إن شاء الله على الحب، وصباحكم ووطن. معكم في الإعداد وتقديم عايدة البلوشية، في الإشراف إيمان الحسنية، في المتابعة والتنسيق انتصار الحارثية. أجمل تحية من المخرجة شمس الريسية، وحلوة عمان يا بلادي الغالية. حياكم الله مستمعينا مع هذه الأنغام الجميلة والوطنية، حياكم الله. تواصلكم بالتأكيد مستمعينا يهمنا جدا. أهلا بكم في صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. نذكركم مستمعينا بفقراتنا في صباح الخير يا بلادي. الفقرة الأولى مع صحافتنا، وأكيد وقفة مع طرقاتنا، وعلى السريع أيضا نتعرف على حالة الطقس. وقفات مختلفة مع يحدث الآن لتسليط الضوء على الأنشطة والفعاليات المقامة في الساحة المحلية حاليا. معلومات وفوائد، وفقرة استرشاد مع دكتور محمد العريمي من الهيئة العامة لحماية المستهلك، وبالتأكيد فقرة ذكريات نوفمبر، والوقفة الطربية أيضا مستمعينا. وللتواصل معنا مستمعينا في صباح الخير يا بلادي، أرقام التواصل 90484، هذا بالنسبة للرسائل النصية 90484. أما المغردين في تويتر يمكنهم أيضا التواصل معنا عبر آت جنرال راديو. العز والطلا وصل للقمة، حكم وانتمه، ونمشي على نهجك مدلس.
صحافتنا. إلى صحافتنا مستمعينا وأبرز العناوين فيها. صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد يبحث التعاون القضائي مع المغرب. افتتاح مبنى مركز السلطان قابوس للثقافة في قلب واشنطن. افتتاح تجريبي للمتحف الوطني الأحد القادم. الأربعاء والخميس المقبلان إجازة العيد الوطني. الأحد المقبل انطلاق المهرجان الحرفي الأول. دول المجلس تكرم مؤسسات العمل الاجتماعي. بحث التعاون الأكاديمي مع الجامعات الأمريكية. أسرة تحرير جريدة عمان تحتفل بالعيد الوطني المجيد. الخدمة المدنية توقع مذكرات تفاهم للتدريب عن بعد. بحث تعزيز العلاقات مع مجلس سياسات الشرق الأوسط بواشنطن. مناقشة التعديل على مواد قانون الضمان الاجتماعي بالشورى. الأمير هاري يزور قلعة وسوق نزوة ونيابة الجبل الأخضر. إسناد مشاريع عسكرية جديدة بقيمة تقارب 800,000 ريال. وإنشاء 12 وحدة سكنية بأكثر من 280,000 ريال بظفار. قائد شرطة جنوب الباطنة يؤكد انخفاض نسبة الجريمة في المحافظة. أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة تستقبل مدربي المدفعية بالجيش. معهد تدريب الضباط يختتم دورتين تدريبيتين. الشرطة تكرم عددا من منتسبيها. بلدي مسقط يستعرض جهود الشؤون البيئية ويؤكد على تنظيم ومراقبة الإعلانات. دراسة لتطوير مخصص البلدية من رمال أبو شركة موقع سياحي وترفيهي. والاحتفالات مستمعينا مستمرة في محافظات السلطنة. أيضا بالنسبة للسفارات، سفارة السلطنة في الهند تحتفل بالمناسبة، وسفارتنا في مانيلا تحتفل. بلديات شمال الشرقية تحتفل بالمناسبة أيضا، ومشاركة كبيرة في حفل استقبال المضيبي. المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون يهنئ السلطنة. والكثير من الأهازيج والأغاني الوطنية والاحتفالات مستمعينا في مختلف الولايات. المؤتمر الوطني لحماية الطفل يبحث النماذج وسبل الحد من الإساءة. السلطنة عضو في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب. منتدى عمان للجغرافيا المكانية يناقش استخداماتها في الأنشطة التنموية.
أيضا هناك برنامج لحماية الأطفال المعرضين للعنف بنزوة. تدريب أخصائي مصادر التعليم بظفار على المنتاج الرقمي. وصحية ظفار تحتفل باليوم العالمي للرضاعة الطبيعية. ننتقل إلى الصفحة الاقتصادية مستمعينا وأبرز العناوين فيها. الاقتصاد. بدأ تقييم طلبات الانتفاع بأراضي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ضبط 4732 عاملا مخالفا خلال 3 أشهر. بحث تعزيز التعاون المشترك وتأثير التواصل الاجتماعي على المؤسسات المالية. أوميفكو تحتفل بالعيد الوطني 44 بألوان الفرح وتقيم مسيرة حب وولاء وعرفان لبني عمان. تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية. انطلاق أعمال القمة العالمية لريادة الأعمال في مراكش. السلطنة تشارك في المؤتمر 9 لمنظمة التجارة العالمية. المركز الوطني للإحصاء يجدد تطبيق جولة في عمان. زيارات ميدانية لصندوق الرفد للمشروعات الممولة بولاية مرباط. إعداد خطة العمل لغرفة محافظة شمال الباطنة لعام 2015. اختتام البرنامج التدريبي لإجراءات الاستدلال ومحاضر الضبط بالداخلية وهيمة. البدء في مكافحة دوباس النخيل ببهلة. غرامات مالية والسجن وطرد من البلاد ضد مخالفين بجعلان. وفد تجاري من رواد الأعمال بمحافظة الوسطى يزور كوريا الجنوبية. تدشين مشروع التواصل مع المجتمع تحت شعار مطارات عمان بوابة وطن. وفد غرفة التجارة يؤكد استفادته من زيارة جنوب أفريقيا. ملتقى السياحة بمحافظة الظاهرة ينطلق اليوم. ميناء خصب يستقبل باخرة سياحية ألمانية. وسوق مسقط تغلق على ارتفاع والمؤشر فوق مستوى 7000 نقطة. كانت هذه مستمعينا جولة سريعة للتعرف على أبرز العناوين في صحفنا المحلية. حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم وللتواصل معنا في برنامج صباح الخير يا بلادي عبر 90484، هذا بالنسبة للرسائل النصية. أما التغريدات تبعثوها على جنرال راديو. حياكم الله إن شاء الله بعد الفاصل لنا وقفة مع رسائلكم النصية وأيضا لنا وقفة مع المقدم عبد الله السعدي وفقرة طرقاتنا للتعرف على طرقاتنا وأخبار الطرقات والمسارات فيها. حياكم الله. وامشي بناموس انا العماني طيب الساس حب للدار يحب مغروس حطيت العمامه على الراس في دي عصا وامشي بناموس امشي العماني
اللي قدره على الراس قابوس اللي نرفع به الروس متميز في حضرة الناس معروف بني بشعب قابوس قابوس اللي قدره على الراس قابوس اللي نرفع به الروس قابوس عماني طيب الساس حبي لداري بنظام ونهج مدروس سلطاننا للمجد نبراس سلطاننا للعز ناموس قابوس لي ما يعرف الياس يمشي بنظام ونهج مدروس سلطاننا للمجد نبراس سلطاننا للعز ناموس ناموس عماني طيب الساس حبي لداري طرقاتنا صباح الخير صباح التواصل معكم مستمعينا في صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان نتمنى لكم إن شاء الله طرقات آمنة مستمعينا ووين ما كنتوا وين ما رايحين إن شاء الله تصلوا إلى وجهاتكم سالمين يا رب. إلى طرقاتنا مستمعينا مع المقدم عبد الله السعدي حول طرقاتنا اليوم والمسارات منذ الصباح الباكر. صباح الخير المقدم عبد الله. صباح النور أخت عايدة صباح السعادة للجميع دوام موفق ودروب آمنة وسالمة للجميع إن شاء الله. اللهم آمين. أخبار طرقاتنا طبعا أنا جاي من الفجر ما شاء الله يعني في كثافة من الفجر من قبل ستة. صحيح الكثافة موجودة قاعدة ما تخلى طرقنا من الكثافة المرورية. نعم. واليوم يمكن قائدين المركبات مبكرين باعتبار اليوم آخر يوم دوام في الأسبوع. ومتجهين بحفظ الله إن شاء الله بعد نهاية هذا اليوم إلى محافظاتهم ومناطقهم ونتمنى لهم دروب آمنة وسالمة وأجازة سعيدة يقضوها وسط الأهل والأحباب في محافظاتهم. مساراتنا للمواقع في زحمة في بعض المواقع لكن الخميس دائما ما تشهد تكون أقل كثافة ربما اليوم الصبح الناس مبكرين من الصباح الباكر. نعم. وبالتالي صاير الزحمة من الصباح لكن في الوقت الحالي الوضع جيد أفضل من بقية الأيام الأسبوع في بعض المواقع اللي دائما ما تشهد كثافة مرورية. نعم. وخاصة تقاطع حلبان وجسر الداخلية شارع مسقط سريع وأيضا مسقط شارع سلطان قابوس ما قبل جسر الموالة حتى ما بعد الصحوة أو ما بعد المطارات وبعض الدوارات الموج في الطريق البحري السلام ما بين المعبيلة والخوب وأيضا العامرات في بعض الدوارات الموجودة في العامرات كثافة مرورية على المداخل الرئيسية اللي هي هذه المداخل وبعض الكثافة المرورية على طرق الفرعية كان في داخل محافظة مسقط باعتبار أنه كل الطرق تقريبا إن كانت خدمة أو الرئيسية كان أو الفرعية. نعم. أهم حاجة لله الحمد لا لم تسجل أي حوادث تعكر صفو الطريق بشكل عام الحوادث البسيطة هذه مباشرة ما تنتهي بالتصالح ما بين الطرفين. المحافظات أيضا لله الحمد لم تسجل وما في بلاغات عن حوادث سير أو تعطل في جميع المحافظات دون استثناء طرق جميعها سالكة ما عدا كثافة مرورية على مداخل الولاية وعلى المواقع الخدمات الحكومية كان أو القطاع الخاص أو المدارس وكثافة موجودة الدوريات المرورية منتشرة في كل المحافظات دون استثناء
وايضا في دوريات من قبل المراكز مسانده لدوريات المرور لتسهيل حركه السير او لا سمح الله في حاله تعطل في حوادث سير في الطرقات التحرك السريع في كل المواقع. بشكل عام اليوم نتمنى ان شاء الله تكون طرقنا دائما خاليه من جميع الحوادث، وايضا نتمنى من قائدين المركبات الالتزام بالقواعد المروريه وايضا التقيد بالسرعه القانونيه في طرقاتنا بشكل عام. ونقول شكرا لكل من تقيد وكل تقيد بهذه اللوائح بهذه القوانين، وايضا خاصه من تقيد بالسرعه القانونيه. نتمنى ان شاء الله الجميع اجازه سعيده لهذا اليوم ودوام موفق، وايضا نتمنى لهم دروبا امنه وسالمه لهذا اليوم وكل الايام ان شاء الله تعالى. اللهم امين. طبعا كان اسبوع حافل بالعمل، ويعني الجماعه اليوم كذا مخلصين، يمكن يعني مجهدين نوعا ما، يتجهوا الى مناطقهم. نتمنى انهم يكونوا اكثر تركيز واكثر التزام بالقوانين المروريه. اشكرك المقدم عبد الله السعدي على هذه الوقفه الطيبه، ويعطيكم الف عافيه. شكرا أخت عايدة، ويعطيكم العافية أيضا على هذا البرنامج والإذاعة، وأيضا نتمنى لكم أجازة سعيدة خلال فترة الأسبوع، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. ولكم مثل ذلك، شكرا لك ولجميع المستمعين، شكرا لك، مع السلامة. حياكم الله مستمعينا، أشكر كل من يتواصل معنا في أو عبر صفحتنا في تويتر التفضيلات المتابعات. أيضا تغريدة تقول: احتفل جمعية النور للمكفوفين بمسقط بالمناسبة مناسبة العيد الوطني المجيد يوم أمس. تغريدة من محمد حمد الحارثي، شكرا لتغريدتك وتواصلك معنا. أيضا تغريدة تقول: صباح الخير صباح السعادة، أتشرف أستاذة سهى بخصب. كثيرين يسموني سهى ويتواصلوا معنا في صفحتنا في تويتر، أنا عايدة، يمكن تشابه أصوات. أجمل تحية لزميلتنا سهى، سهى موجودة هناك في إذاعة الشباب وأيضا متواصلة معاكم حتى العاشرة. إحنا معاكم هنا في صباح الخير يا بلادي، نتواصل معكم مستمعينا حتى تمام التاسعة. وأيضا أحمد العيسى تغريدة تقول: صباحكم وطن. الله يخليك سهى، نريد نسمع أغاني للمنتخب. ما يهمك إن شاء الله، ومثل ما ذكرت معكم عايدة البلوشية، وإن شاء الله شمس راح تسمعك أغاني للمنتخب ولا يهمك.
يحدث الآن. أهلا بكم مستمعينا في صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ويحدث الآن ملتقى وطني أمانة. هذا الملتقى مستمعينا يقام في مدرسة سعود بن عزان بجعلان بني بو حسن. التفاصيل مع الفاضل سعيد المطاعني الأمين العام لملتقى وطني أمانة، يحدثنا عن الملتقى وما يشمله من برامج. صباح الخير أستاذ سعيد المطاعني. صباح النور وصباح الخير على المستمعين أستاذ عايدة. أهلا وسهلا فيك، وحابين تحدثنا عن هذا الملتقى وما يحتوي من برامج. إن شاء الله هذا الملتقى إن شاء الله ينطلق يوم الأثنين تاريخ 24 نوفمبر. نعم. تحت رعاية سعادة الشيخ عوض عبد الله المنذري والي جعلان بن حسن. يعتبر هذا الملتقى الأول من نوعه بالسلطنة، طبعا من الجوانب التربوية، يشتمل على عدة محاور. المحور الأول هو آثار المخدرات وآثارها على المجتمع، آثار التدخين وآثار نفس الشيء السلبية على المجتمع، تعزيز المواطنة لدى الطلاب، غرس السلامة المرورية لدى طلابنا، السلوك والانضباط الطلابي لطلابنا إن شاء الله. نعم، كلها مواضيع مهمة جدا. إذن أنتم الآن يعني في مرحلة الاستعداد لإقامة الملتقى. نعم طبعا، تم قبل ذلك تدشين شعار الملتقى تحت رعاية سعادة سالم بلوشي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط وتنمية الموارد البشرية، وأيضا تم استدعاء 12 جهة حكومية لمشاركتنا هذا الحدث. نعم، بس أنا حبيت أتساءل يعني نوعا ما، عناوين مثل هذه آثار المخدرات والتدخين، تعزيز المواطنة، غرس مفهوم القوانين المرورية، هل تجدوا نعم. أنه فيها يعني عامل جذب للحضور؟ نعم والله، إحنا طبعا راح يكون معانا مستضيفين سالم النعماني. نعم. راح يكون في محاضرة دينية لتنمية سلوك لجميع الطلاب. بعد ذلك راح تكون معانا ندوة تشمل على جهات هي ممثلة بحماية المستهلك بوزارة التجارة ووزارة الصحة وشرطة عمان السلطانية واللجنة الوطنية للمخدرات ووزارة البلديات والموارد الإقليمية. من خلال هذه الندوة راح تكون توصيات ترفع لمجلس الشورى ولمجلس الدولة لمناقشة هذه القضايا وحل الجذري لهذه الظاهرة المنتشرة لمواد الطبق التي أصبحت بعد منتشرة في مجتمعنا بشكل سريع. وكما تعلمين لدينا الطلاب هم الآن يعني يواجهون مشاكل كثيرة في عوامل الجذب لهذه المخاطر. نعم، إذا الملتقى ينطلق يوم الاثنين إن شاء الله الساعة 7 صباحا، ينطلق من طابور الصباح، وبعد ذلك تكون في محاضرة للشيخ سالم النعماني وست الجهات الأخرى المشاركة، جمعية الحياة، الجمعية العمانية للسلامة على الطرق، اللجنة الوطنية للشباب. راح تكون هناك لديهم محاضرات استرشادية للطلاب وأيضا للمعلمين إن شاء الله. إن شاء الله موفقين ويعطيكم العافية، ونتمنى أوقات ممتعة ومفيدة للمشاركين والحضور. كما نتوجه بالشكر الجزيل للشركة العمانية للغازي الطبيعي المثال لدعمها لهذه الفعالية وللنهوض بهذه الفئات الشبابية لخلق ممارسات جديدة من التوعية إن شاء الله. نعم، أشكرك جدا الفاضل سعيد المطاعني الأمين العام لملتقى وطني أمانة. شكرا لكم. ومع السلامة. مستمعينا حياكم الله في صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. للتواصل معنا عبر أرقامنا 90484، هذا بالنسبة لرسائل نصية. أما لصفحتنا في تويتر جنرال راديو، حياكم الله وبعثوا تغريداتكم. إن شاء الله بعد الفاصل راح نقرأ تغريداتكم ورسائلكم النصية. عاش حبيب الشعب لشعبي بربه محروس، جميعنا ندعوك يا ربي احفظ لنا قابوس. عاش حبيب الشعب لشعبي بربه محروس، جميعنا ندعوك يا ربي احفظ لنا قابوس. يا فرحة عمت أراضينا ونور العيد ليالينا،
عماننا بالورد والزينة كأنها عروس. عاش حبيب الشعب للشعب عاش بربه محروس. جميعنا ندعوك يا ربي يا ربي احفظ لنا قابوس. البحر والصحراء والجبل لبسوا ثياب العيد واحتفلوا. تلك الملايين له تشدو الابن والوالد والجد. لعناقه ملهوفة تعدو تفديه بالنفوس. عاش حبيب الشعب للشعب حبيب الشعب محروس. عودة إليكم مستمعين وحياكم الله في صباح الخير يا بلادي. تغريدة تقول صباح الخير، أكبر تحية لأبو قيس وإهداه له أي أغنية من أغاني ميحد حماد وأتمنى تحطوها. أنا أتمنى تحطوا أساميكم متابعينا في تويتر لأنه أغلب المشاركين معنا يشاركوا معنا بألقابهم. أيضا تقول تحية للي ماسك خط مسقط والجازر تحياتي. أها كسبت الجنيبية، شكرا للجنيبية، شكرا على تواصلك معنا. اللي حاب يتواصل معنا عبر تويتر على @generalradio. أما بالنسبة للرسائل النصية فالرسالة الأولى من محمد البدواوي يقول صباح الخير لمعدين ومقدمين هذا البرنامج الرائع، صباح الخير لهذا الوطن العزيز، يسعد صباحك، شكرا لتواصلك معنا. أيضا رسالة تقول صباح الخير بالتوفيق للي ماسكين خط مسقط والجازر وتحية لسعيد، تحياتي أسعد الجنيبي، شكرا لك يا أسعد. بعث هذه الرسالة عبر رسائل نصية وأيضا كتغريدة في تويتر، شكرا على التواصل، درب السلام للجميع يا رب. صباحكم وطن، شكرا لهذا البرنامج، أشكر القائمين عليه. رسالة من محمد المبسلي، شكرا لك يا محمد، شكرا لهذا التواصل، يسعد صباحك، إن شاء الله درب السلامة للجميع، ونتمنى لكم لحظات صباحية جميلة وممتعة. مستمعينا ننتقل إلى معلومات وفوائد وأربع أمور عزيز المستمع يجب أن تفعلها عند المساء لخسارة الوزن. أحلى الوصفات وأحلى المواضيع اللي فيها كذا يعني نصائح لخسارة الوزن. تحلو السهرات والجلسات مع الأصحاب وكل المشاريع المسلية في فترة بعد الظهيرة والمساء تحديدا، لكن يعني قد لا تعلم عزيزي المستمع أنه هذه الفترة هي الأنسب لاتباع خطوات تساعدك على بلوغ هدفك وهو خسارة الكيلوغرامات من دون تعب. أولاً التخفيف من الأكل المالح، حاول أن تتفادى تناول الأكلات الآسيوية الغنية بالصوديوم، يساهم طبعاً الصوديوم في يعني انتفاخ الجسم، وفيما حاولنا يعني التخفيف من تناول الأكلات الغنية بالصوديوم سيساهم ذلك أيضا في منع انتفاخ الجسم واحتقان المياه فيه. لذا من المفضل تناول عشاء خفيف وأيضا تحضير الوجبة الصباحية عند المساء، هذا الأمر يمنعك من اختيار فطور دسم وغني بالسعرات الحرارية.
ثانيا ممارسة الرياضة ليلا، على عكس ما نعتقد فممارسة الرياضة قبل الخلود إلى النوم لا يسبب الأرق. هذا الكلام يعني حسب بعض المصادر المطلعة واللي أجرت أبحاث ودراسات كثيرة. أيضا يعني يقولوا أن 65% إلى 67% من الأشخاص الذين يمارسون الرياضة مساء ينعمون بليل هادئ ونوم عميق. أيضا النوم في غرفة باردة يعزز عملية حرق السعرات الحرارية. تدفئة الغرفة قبل النوم من الأخطاء الشائعة التي يعمد إلى تطبيقها كثيرون، فالنوم في غرفة لا تتخطى حرارتها 19 درجة مئوية تحث الجسم على حرق السعرات بنسبة 7% أكثر مما إذا نام الشخص في غرفة دافئة. يعود سبب ذلك إلى محاولة الجسم الوصول إلى حرارته الطبيعية وهي 37 درجة مئوية. النوم في غرفة مظلمة، برهنت دراسة عالمية أجريت حديثا أن النوم في غرفة مظلمة يخسرك بعض الكيلوغرامات في حال اتبعت نظاما صحيا، إذ يفرز الدماغ هرمون الميلاتونين المسؤول عن الإحساس بالنعاس خلال حلول الليل. هذه بعض النصائح عزيزي المستمع اللي تساعد على خسارة الوزن في المساء فيما لو اتبعنا هذه النصائح. يعطيكم الصحة والعافية دوما مستمعينا. يحدث الآن. ويحدث الآن مستمعينا ندوة الدور الحضاري والتاريخي العماني. هناك تحضيرات لهذه الندوة التي ستقام مساء بإذن الله في قلعة بوهلة. تنظم هذه الندوة مكتبة الندوة العامة. التفاصيل مع الفاضل خميس العدوي. صباح الخير. صباح النور، حياكم الله. حياك الله، وحابين من خلالك نتعرف على الهدف من هذه الندوة وأيضا الأوراق البحثية التي ستتناولها الندوة. الندوة هي اليوم إن شاء الله تعالى ستقام على يعني الساعة 7:30 في قلعة بهلة، وهي كما ذكرتم بعنوان الدور الحضاري والتاريخ العماني، وتهدف الندوة إلى إبراز معالم الحضارة العمانية على مختلف عصورها وإيصال يعني الرسالة للعمانيين ولغير العمانيين أن عمان تزخر بكثير من العطاءات وكثير كذلك من المعالم الحضارية التي ساهمت واحتكت فيها بها مع الشعوب الأخرى، سواء كانت هذه الجوانب سياسية أو اقتصادية أو حضارية أو ثقافية. وهي تضم خمسة بحوث أو خمس أوراق. من هذه يعني هذه الأوراق هي يعني معالم التاريخ العماني، يلقيها الدكتور سعيد محمد الهاشمي جامعة سلطان قابوس. والورقة الثانية دور عمان في المنطقة، يلقيها سعادة الشيخ سيف بن هاشم المسكري مساعد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الأسبق. وورقة بعنوان البعد الثقافي للحضارة العمانية، يلقيها المستشار الشيخ صالح بن سليم الربخي المستشار في مركز سلطان قابوس للعلوم والثقافة. وقيم التلاحم، الورقة الرابعة قيم التلاحم العماني، وهذه يلقيها الدكتور يلقيها الأستاذ محمد بن سعيد الفطيسي يعني رئيس تحرير مجلة الدراسات الاستراتيجية. والورقة الأخيرة بعنوان روح المواطنة العمانية ولاء وانتماء على مر التاريخ، يلقيها الدكتور إسماعيل بن حمدان الأغبري الخبير بوزارة أوقاف الشؤون الدينية. هذه هي يعني الأوراق التي ستلقى إن شاء الله تعالى اليوم في الندوة.
نعم، هناك تنوع في توضيح دور التاريخ العماني وأيضا الدور الحضاري وأيضا تعزيز المواطنة والوطنية. تاريخ عمان هكذا وحاضرها أيضا وثقافتها هو منهج لترسيخ يعني قيم ومبادئ تؤكد على أهمية التعاون والتفاهم وتحقيق الأمن والسلام. لذلك نجد اليوم الأستاذ خميس الدول الكبرى تستعين بهذا المنهج لتحقيق السلام والأمن في المنطقة. بالضبط، عمان يعني الآن أصبحت معلم حضاري وسياسي لبث روح يعني السلام يعني والأمن في المنطقة، وتعمل على حل يعني المشاكل دوليا والوساطة يعني بين كثير من الأقطاب المتصارعة في المنطقة والمختلفة على أقل تقدير في المنطقة لإحلال السلام في العالم. نعم، وكل من يعني يلتفت إلى هذا السلام والهدوء في عمان يظن أن لا تنوع في عمان، برغم أن هناك تنوع في اللهجات والمذاهب، ولكن سبحان الله يعني في عمان بالذات هذا التنوع ليس إلا تمازج جميل واحترام للاختلاف. أي طبعا، يعني عمان هي يعني أصبحت نموذجا في التنوع أولا، وكذلك في أن هذا التنوع ليس تنوعا متنافرا ولا متناقضا، إنما هو متكاملا ومتآخيا ومنسجما، وبالتالي يعني يرسم مشهد وصورة جميلة لعمان في أعين العالم، كما أنه يحقق روح الاطمئنان لدى العمانيين أنفسهم. فالعمانيون على مختلف مذاهبهم واتجاهاتهم تجدهم يعني إخوة، وتجدهم يعني يتزاوجون مع بعضهم البعض، ويصلون في مساجد واحدة، ويعني يقومون يعني بأداء أدوارهم في الحياة في مؤسسات المدنية والاجتماعية مع بعضهم البعض دون أن يشعر أحدهم باختلاف، وإنما يعني دائما الشعور هو التنوع الذي يؤدي للتكامل ويؤدي إلى يعني رسم صورة جميلة لهم. نعم، الله يديم هذا السلام والهدوء والأمن والأمان يا رب في عمان. أشكرك الفاضل خميس العدوي على هذه الوقفة الطيبة، وموفقين إن شاء الله. الندوة اليوم ستقام في 7:15 مساء، يعني ستنطلق إن شاء الله تعالى في 7:30 بالضبط يعني في قلعة بهلة، ويبدأ البرنامج أولا يعني بإلقاء كلمة المكتبة، ثم بعد ذلك بالقصيدة الشعرية، ثم تنطلق الأوراق التي ذكرناها. نعم، أشكرك جدا وموفقين بإذن الله. شكرا لكم. مع السلامة. كانت هذه مستمعينا وقفتنا مع ندوة الدور الحضاري والتاريخ العماني اللي ستقام إن شاء الله اليوم في قلعة أبو هلا في 7:30 مساء. الشعر بلساني يا مرسى الهوى والنور، ما عشقها هالصباح لو مساها قد عشقها، وقلت هنو ما تمنوا الليم في سحرها، وما عشقها هالصباح لو مساها قد عشقها، ما تمنوا الليهيم وفي سحرها، وانا من مصدقين واسئلي شوف عين ما سواك انت سكنها يا مرسى الهوى والنور. سكننا
اسمك وطننا رافعين الراس والعليا سكننا وابتكرنا المجد والتاريخ والندى والفجر والعصفور يا صبية والزمان يشيل انت يا مرسى الهوى والنور انت ترانا وديرتنا واهلنا الصباح ولا مساك نعشقها واللي تهنى ما تمنى اللي يهيم في سحرها ما عشقها الصباح إلا مساك تعشقها وانا منهم صدقي واسئلي شوفي عين ما سواك انتي سكنها يا مرسى الهوى والنور يا بلادي يا عوان العدل والاماني انتي كذا في الشعر بلساني يا مرسى الهوى والنور يا بلادي يا عمان العدل والاغاني انتي كذا في الشعر بلساني يا مرسى الهوى يا مرسى الهوى والنور حياكم الله مستمعينا وصباحكم وطن. على طاري الوطن وحب الوطن سعيد الجنيبي في تويتر يقول عمان عرش الأرض والتاج قابوسة. تحياتي سعيد الجنيبي شكرا لك شكرا على تواصلك وتفاعلك اليوم هذا أكيد يسعدنا هذا التفاعل مستمعينا. ننتقل مستمعينا إلى أمسية ليلى في حب الوطن. أمسية ينظمها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم. برنامج الأمسية الهدف من الأمسية المشاركين فيها وموعد الأمسية والتوقيت إن شاء الله مع الفاضل الأستاذ ياسر بن حمود المسروري. يسعد صباحك أستاذ ياسر. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً صباح الخير. حياك الله. اليوم طبعاً تحضروا لي أمسية الليلة في حب الوطن التي ستقام اليوم مساء بإذن الله. نعم حقيقة من ضمن أنشطة المركز مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم وبهذه المناسبة السعيدة بهذه الأفراح الوطنية رصد في المركز فعالية بعنوان ليلة في حب الوطن. نعم. الفعالية عبارة عن أمسية جميلة أمسية رائعة بدأ التحضير لها والتدريبات والبروفات قبل 3 أيام ولله الحمد على مسرح أوبار في محافظة الظفار. سيكون هناك كوكبة من الشعراء منهم الشاعر محمد بن أحمد دعاش المعشني وكذلك الشاعر الكبير مسلم بن سعيد الحمر والشاعر محمد بن علي السعدوني. سيغردون اليوم إن شاء الله تعالى على خشبة المسرح سيمتع الجمهور بقصائد وطنية رائعة. كذلك في نفس الفعالية في ذات الوقت هناك إنشاد متداخل مع الشعر 3 فرق عمانية منها فرقة واعتصم الشهيرة ومنها فرقة ظفار ومنها فرقة كذلك أنغام الحياة سيغردون وسيصدحون بأناشيد وطنية وقصائد مرنمة رائعة بعون واحد لحد على مسرح أوبار تابع للمديرية العامة للتراث والثقافة بمحافظة ظفار اليوم إن شاء الله البدء في الساعة 7:30 والانتهاء إن شاء الله عند 10:30 حفلة إنشادية رائعة يتخللها كثير من القصائد الرائعة إن شاء الله. إذن هي أمسية تجمع مبدعي عمان أصوات ما شاء الله كلمات منتقى من شعراء مميزين نتمنى إن شاء الله لجميع الحضور الاستمتاع بهذه الأمسية الجميلة. بس نذكر بالموقع والتوقيت قلت لي في مسرح أوبار في محافظة نعم التابع للمديرية العامة للتراث الثقافي محمد ظفار. نعم. طبعا وسط المدينة والإخوان حقيقة شرعوا في الدعاية بأكثر من طريقة منها الإعلانات ومنها اللوحات المضيئة ومنها والمواقع الحمد لله مواقع التواصل مليئة بإشعار الجمهور بهذه الفعالية. نعم
إذن ليلى في حب الوطن مستمعينا في مسرح أوبار، نتمنى لكم إن شاء الله ليلى مميزة بإذن الله. أشكرك الفاضل ياسر بن حمود المسروري على هذه الوقفة. شكرا. موفقين إن شاء الله، مع السلامة. مستمعينا ننطلق الآن إلى فقرتنا الطربية. طربية. أنا بعشقك قلبي وقوي وما تهنى يا معلم عنك يا حبيبي وقلبي ولا أحبك لا حيست بلساني أوصف تصدق ولا للمروحين لبلادهم اليوم درب السلامة يا رب، وهذه وقفة مع وردة الجزائرية ويا مروح بلادك. عدنا إلا انطربنا والتلاحم.
مستمعينا من الطربيات إلى فقرة أيضا جميلة ومميزة في صباح الخير يا بلادي. هي كلها ذكريات، الطربيات فيها ذكريات لمواقف ناس كذا عشنا معاهم. أيضا الآن في فقرتنا مستمعينا ذكريات نوفمبر، ذكريات جميلة وكلام شيابنا، كلام يحن القلب إليه كما تحن قلوبهم هم أيضا لذلك الزمان. مباشرة إلى فقرة ذكريات نوفمبر مع الزميل صالح بن حماد الحبسي. مع ذاكرة وذكريات الأعياد الوطنية مع الشياب، مع كل من عايش هذه الأعياد، اليوم معنا الوالد حمد بن مراش بن خلفان الحرملي. السلام عليكم والد حمد. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أبوي؟ طيب الحمد لله. كيف الله يبارك فيك. بنتحدث عن العيد الوطني وأكيد الشياب ما شاء الله عليكم، كنتوا معايشين أعياد كثيرة. صحيح نعم. والأطفال اللي معكم، الأولاد اللي يروحوا معكم أيضا أيام الاحتفال بالعيد الوطني، الحمد لله. إيش توصف من أيام العيد الوطني؟ إيش اللي حافظنا يعني؟ أول كان يوم من الأعياد الوطنية. نعم. يجينا طريقة الشيخ عند الوالي. نعم. على طريقة الشيخ ونصير رزحات. نعم. هناك بنزوة، كنا من أنت بنزوة ما شاء الله. نعم. يجينا هناك نصير ونسوي رزحة في الوادي من النزوة. نعم. ونصير عند الوالي ونسوي رزحات كل شيء. تجيكم رسالة قبل بكم يوم عن العيد الوطني؟ حوالي بأسبوعين. بأسبوعين؟ إيه بأسبوعين أو قصد قبل شهر. نعم. يجونا ويخبرنا، يعطيق للوالي. نعم. الوالي هذا يخبر المشايخ الناطق. نعم. وهذا نصير هناك نتجمع من كل منطقة ونروح نسوي رسالة. الكبير والصغير. أيوة ما شاء الله. كبير والصغير وأي واحد. الشياب أنتم موجودين في المقدمة. أيوة لازم يكون هذا. نعم. كل منطقة. يعني كل منطقة بشيخها. نعم نعم. نروح هناك كنا عاد للوالي. يعني عاد أقول كل المناطق. أيوة. والبلدان التابعة. أيوة. لولاية نزوة مثلا عاد تواقفوا في مكان معين. مكان معين. نعم. ونشيل الرزحة من سوق نزوة عشان نوصل عند الحصن مال نزوة. ما شاء الله. ونرجع مرة ثانية. نهار العيد. نهار يصبح عيد 18 نوفمبر. أول يوم العيد. نعم 18 نوفمبر. الحمد لله رب العالمين. إيه يسموه عيد الجلوس. معروف ها؟ أكيد نعم. زين. وبعدين فضل الله ثم فضل صاحب الجلالة. نعم. منور علينا الدنيا. آمين. من بعد هو كيف نقول لك؟ آمين آمين يا رب العالمين. ربنا يكون الله يرجعنا يا بسالم غانما ورجع الوطن الوطن. آمين يا رب العالمين. الوالد حمد أكيد مشاركتك كم مرة شاركت في العيد الوطني؟ والله في الرزحات. في الرزحات أنا أشارك لكن ما يعني أروح بياهم. آه نعم. ما أعرف أرزق يعني. آه نعم. تشاركوا ما شاء الله تشاركوا. يعني من عمري من يوم أول يوم أول سنة سويت الجلوس. دائما. نعم. كم سنة تذكر من كم سنة تو؟ حوالي 44 سنة. ما شاء الله. ما شاء الله تعالى. أنا نعم من يوم العيد الأول. من أول العيد. ما شاء الله. أول عيد سوينا مسقط. في مسقط. قصر مسقط. نعم. كان هناك العذاب كان. نعم. وجينا من هناك نمشي من مسقط على وصلنا مطرح. مطرح. ورجعنا من مطرح مرة ثانية لمسقط. ذكريات حلوة. هي أول مرة أول مرة. نعم. أول. يعني قال جاكم استدعاء جاكم قصدين. نعم عن طريق الوالي. نعم. وصلنا هناك. استدعوكم وقالوا لكم يلا عاد خليكم مستعدين. أيامنا ورحنا هناك من مسقط على مطرح نمشي. ما شاء الله. ورجعنا من هناك مرة ثانية نرجع. رجعنا خلفينا. قبل بكم يوم جاتكم الخبر انكم خليكم مستعدين وبيودوكم مسقط؟ حوالي 15 يوم 20 يوم. من 15 20 يوم. ايوه ورحنا هناك خلاص. ومره واحد سلونا بوشر غلق غلق طيب من هذاك. نعم. وتمينا هناك مدة رزحات ما رزحات كل شيء سويه. نعم. أيوة. نعم تذكرهن ما شاء الله. تذكر ايوه. كم سنة تو تذكر آخر مرة؟ آخر مرة شاركنا في مسقط. بعدنا هذه السنة ما شاركنا فيها. آه نعم. لكن هذا. والعيد الأربعين اللي تراهم على كل خمس سنوات. إيه تكون هذه احتفالات. إيه ويكون العروض العسكرية المستمرة. عروض الفرق الفنون الشعبية. يعني كل عيد ما فاتنا عيد. ما شاء الله. ما شاء الله. من بداية صاحب القلب سلطنة عمان حكم. نعم. وإحنا كل دائما مشاركين. نعم. نشارك. نعم. ونبدي بروحنا ودمنا. نعم. نعم. آمين. زين هناك نحن عاد نقول واحد لما يعايش هذه الأعياد حد من الأولاد يسألك أبوي كيف كان العيد الوطني؟ حد يسأل أبوي الأولاد؟ هي يسألون فرحة الأولاد لما يكون يقولون باكر 18 نوفمبر يفرحوا. نعم يفرحوا ويحكوا لهم ويزيروا مدفع. نعم ويسيوا ويسيوا خدمة أوقات شهر أي صح مشاركات بالفعل المدارس تحتفل والكل يحتفل كل الحمد لله رب العالمين فضل الله فضل صاحب الجلالة. ما قصرت أبوي ما قصرت الوالد حمد بن مراش بن خلفان الحرملي.
سعيدين بتواصلك معنا. جزاك الله خير. مشكور لكم ومشكور للاذاعه ومشكور شعب عمان كامل. الله يخليك، هذا واجب واجب ابوي، واجب احسن. ممتنين جدا للزميل صالح بن حمد الحبسي على هذه الفقرة الجميلة، ذكريات نوفمبر. فعلا يعني وقت جميل نقضي مع صوت شيابنا، مع ذكرياتهم، الأوقات الجميلة اللي عاشوها في تلك الفترة. حنين يعني مثل ما احنا نحن إلى سماع هذه المواقف اللي حدثت، إلى هذه الذكريات، هم أيضا بالتأكيد يحتاجوا إلى هذه الفرصة حتى يعني يعبروا عن هذا الحنين لتلك الفترة. حياكم الله مستمعينا، وصباح الخير للجميع، وصباح الخير يا بلادي. انتقل إلى رسائلكم مستمعينا وتغريداتكم، اللي حاب يتواصل معنا يبعث رسالته على 90484. أما التغريدة تبعثوها على آت جنرال راديو. رسالة تقول: صباح الخير، شكرا على فقرة ذكريات نوفمبر، فعلا فقرة جميلة جدا. شكرا للمرسل، شكرا على متابعتكم أيضا للبرنامج ولفقراتنا. أيضا من جديد تغريدة من الجنيبي يقول: أحب أهدي محمد أبو مصعب الجنيبي أغنية يا طير سلم على الحبيب، وأشكرك عايدة البلوشية، شكرا لك ولا يهمك. إذا ما سمعت الأغاني اليوم راح تسمعها إن شاء الله في الحلقات القادمة. الآن إلى فقرتنا استرشاد مع دكتور محمد العريمي من الهيئة العامة لحماية المستهلك. اليوم الحديث معه عن فاتورة الشراء، أهمية الحصول على الفاتورة في حفظ حقك عزيزي المستهلك. صباح الخير دكتور محمد. صباح الخير أستاذ عايدة، صباح الخير المستمع الكريم. حياك الله دكتور، حابين كذا توعينا في أهمية حصولنا على فاتورة الشراء. كثيرين يمكن إحنا منهم أيضا، يعني بعض المحلات كأن اعتدنا أنه ما لازم أحصل على الفاتورة، أو ربما يعني المعمول يعني في هذا المحل أنه لا أستلم فاتورة على الأشياء اللي أشتريها من هذا المحل، بينما نحرص بالعكس على أن نحصل على الفاتورة من بعض المحلات الثانية اللي عودونا أيضا على أن نحصل على فاتورة الشراء مباشرة، وأيضا تعودنا أنه ممكن والله ممكن أغير المنتج هنا، في فرصة أغير المنتج هنا، بينما هذاك المحل ما عودني أنه ممكن أغير المنتج عنده. نعم، فاتورة الشراء تعتبر من الثقافات المهمة، من ثقافات حماية المستهلك، وهي كذلك من الحقوق الأساسية التي أقرها القانون العماني للمستهلك، وكذلك كل قوانين العالم. لابد من الحصول على فاتورة تثبت شراء أي سلعة، موضح فيها قيمة السلعة بالعملة، تاريخ الشراء، مواصفات السلعة المشترى وغيرها. لماذا الفاتورة؟ الفاتورة هي أساس التعامل بين البائع والمشتري، وهي المرجعية في حالة الحاجة إلى الحصول إلى مزيد من الخدمات، صيانة، ضمان، خدمات ما بعد البيع، أو حتى في حالة حصول خلاف بين البائع والمشتري. على الرغم من كل هذه الأهمية للفاتورة، إلا أن بعض المستهلكين للأسف لا يهتم كثيرا بالحصول على الفاتورة الشراء من البائع لأسباب كثيرة. البعض يرى أن هذه الفاتورة غير مهمة، يقول لك خلاص أنا اشتريت ورحت، يعني لماذا أحصل على فاتورة؟ البعض كذلك يقول لك أنا أثق في هذا المحل أو في هذا الجهاز. البعض يرى أنه عندما يطالب بالحصول على الفاتورة فكان يعرض نفسه لموقف محرج أمام الآخرين. لا، هو في النهاية حق لك، حق مشروع لابد أن تحصل عليه، لأن الطرف الآخر مهما كانت هناك أدوات هناك عنصر بشري قد يخطأ. نعم.
بحسن نية أو بسوء نية أحيانا. أيضا هناك بعض الباعة وخاصة يعني من العمالة الوافدة يراقب الموقف فيحكم على يعني النماذج التي أمامه من يهتم ومن لا يهتم لأنه قد يكررها مستقبلا. أيضا أنت عندما تحصل على الفاتورة فقد تحمي نفسك، يعني أنا قد اكتشف خطأ بعد ذلك عندما أعود أنا ضيعت وقت وأهدرت أيضا يعني وقتي، فعلى الأقل أنا أتأكد وأنا موجود في المحل. لذلك نقول الفاتورة وضعت لحفظ حقوق الجميع، ليس من العيب أو من الخطأ أن تحصل على هذه الفاتورة مهما كانت قيمتها. نعم. لأن هذه الفاتورة هي ضمان لك عند حدوث أي مشكلة، وهي رسالة، يعني حصولك عليها هي رسالة للآخر بأن ينتبه، لأن في بعض الأحيان قد يكون السعر المكتوب على الرف شيء والسعر الموجود في الجهاز شيء آخر، وكثير منا لا ينتبه، ومن ينتبه يكتشف يعني أشياء كثيرة تحدث. أنا فقط أشير نموذج إلى حملة توعوية، نحن أيضا بحاجة إلى أن نوعي أنفسنا بأهمية الفاتورة. في إحدى المرات في المملكة العربية السعودية أطلقوا حملة بعنوان أطلق فاتورة ولو شاري بريال، الريال معاهم يعني حوالي 100 بيسة. نعم. لأن ما يحدث، وهذا الشيء حتى نلاحظه حتى أحيانا على في مجتمعنا، أن الواحد يشتري شيء من محل بسعر معين اكتشف بعد شهر أن السعر تغير فجأة بدون يعني مع أن القوانين تمنع ذلك وتمنع تغيير الأسعار، ولكن هي اللعب على مشاعر المستهلكين وأنهم لن يهتموا. فلذلك علينا أن نهتم حتى لو كانت الأمور نعتقد أنها صغيرة أو نعتقد أنها لن تؤثر علينا، ولكن نحن نتحدث عن مجتمع ونحن نتحدث عن ثقافة، هذه الثقافة هي لا تتعلق بشخص، وإذا كل شخص قال وأنا مالي فنحن لن نحقق أهدافنا المجتمعية المرجوة. نعم، مواقف كثيرة تحصل دكتور يعني معنا والمفروض أن نتعلم بالفعل منها، لكن للأسف نكرر نفس الأخطاء ونيجي بعدين نتشكى ونقول من يحفظ حقوقنا، كيف نحفظها أو نطالب بمن يحفظ حقوقنا وإحنا يعني غير مساهمين في ذلك. صحيح صحيح، وأنا شخصيا يعني أكثر من مرة حدثت لي، كنت في البداية لا أهتم بالحصول على الفاتورة، لكني يعني في إحدى المرات وللمصادفة مرتين يعني متتاليتين في مركز تجاري كبير كنت يعني قمت بتقدير الأسعار السلع التي اشتريتها، وعندما ذهبت للمحاسب حصلت على فاتورة بسعر آخر تماما، فاستغربت فحاولت أني أسترجع معهم فاكتشفت أن هناك مبلغ وقدرة يعني الفاقد أو يعني المبلغ الفرق بين السعر الحقيقي والسعر العادي، فما بالك بآلاف العمليات اليومية التي تحدث في آلاف المحلات في الوطن. نعم الله يعين. أشكرك دكتور محمد العريمي من الهيئة العامة لحماية المستهلك على هذه الوقفة الطيبة. شكرا جزيلا. شكرا، مع السلامة. كانت هذه وقفة استرشاد كالعادة مع دكتور محمد العريمي، رسائل توعوية نصائح لحماية المستهلك. خلكم معنا مستمعين، احنا معكم في صباح الخير يا بلادي حتى تمام التاسعة.
الخير مستمعينا، صباح التواصل، ونتواصل معكم ومع الأخبار الرياضية. وعنوان عريض في صحفنا المحلية: شباب عمان احسموها في الميدان. منتخبنا أمام خيارين: الاستمرار في كأس الخليج بالرياض أو مغادرتها. اليوم سيواجه المنتخب الكويتي، إن شاء الله يا رب موفقين. فرحونا يا شباب، لعبكم حلو، قللوا من الخسائر، الله يخليكم. إن شاء الله اليوم كلنا راح نسعد بالنتيجة مستمعينا. من العناوين الرياضية مستمعينا أيضا: 23 ميدالية ملونة للفريق الوطني في البطولة العربية للرماية بقطر. موظفو الشؤون الرياضية يتعرفون على تنفيذ خطة التحول إلى الحكومة الإلكترونية. تواصل إبداعات شبابية بأندية شمال الباطنة. منافسات كروية: الهيئات والشركات الحكومية تصل للمراحل الحاسمة. اليوم انطلاق تصفيات الشباب في القدم والطائرة بمسابقة الرياضة المدرسية. تأهل شمال الشرقية ومسقط في الطائرة، وجنوب الشرقية ومسقط في اليد لنهائي الإناث. انطلاق البرنامج التدريبي تيسير التعلم في القيادة الإرشادية. تنافس كبير في بطولة الغرفة للسلة. 73 خيلا تتنافس على لقب الجائزة الكبرى لقفز الحواجز. غدا انطلاق رياضات الخيل التقليدية ببهلة. سباق الخيل الخامس غدا. 11 شوطا في ختام سباقات الهجن الأهلية 12 بالمضيب اليوم. منتخبنا في مهمة مصيرية أمام الكويت بعنوان: لا خيار غير العبور. والأحمر جاهز معنويا وفنيا، ورهان على روح الفريق. حظوظ متساوية والفوز شعار المنتخبات الأربعة. تفعيل الدور الهجومي أساس الخطة الحمراء. الحبسي يقول: نتفائل بالرياض ومعنوياتنا عالية. المرهون يقول: جاهزونا للمواجهة. سمعينا، هذه هي أبرز العناوين في صحفنا المحلية وأبرز العناوين الرياضية. إن شاء الله يعني اليوم رح نفرح كثير بنتيجة المنتخب، إن شاء الله مستمرين، نتمنى ذلك يا رب. تفاءلوا، دعواتكم للمنتخب مستمعينا. صوت واحد ما حد معذور، جايين جايين وجايين جايين، الله معنا للفوز ناوي. أريد أسمع
جايين الله معنا للفوز ناوي يحدث الآن. أهلا بكم مستمعينا وإلى يحدث الآن. تنظم المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط والمتمثلة في دائرة الخدمات الصحية بولاية قريات فعالية الصحة النفسية. تفاصيل الفعالية مع الزميل أحمد الدرمكي. صباح الخير أحمد. صباح النور عايدة. صباح النور بالمجتمع أينما كان في هذا الوطن الحبيب. طبعا أنا حاليا مثل ما أشرت في تحديدا في ولاية قريات. اليوم هناك فعالية من الفعاليات أيضا الجميلة وهي فعالية تعنى بموضوع الصحة النفسية. هذا الموضوع الذي تزداد أهميته مع متغيرات الحياة وأيضا الضرورة التي تتطلبها هذا الأمر وهو الصحة النفسية، على اعتبار أن أيضا واحد من العوامل الذي يؤثر إيجابا أو سلبا على الصحة العامة للإنسان. طبعا وزارة الصحة ممثلة بدائرة الخدمات الصحية بولاية قريات وتحديدا من خلال اللجنة الصحية أتأت أن تقيم هذه الفعالية لكذا نوع من التوعية وأيضا نوع من تبادل الأفكار والآراء من خلال الطرح ومن خلال فعالية جميلة ستكون إن شاء الله بعد قليل تحت رعاية محمد بن حميد الغابشي نائب والي الولاية. حتى أيضا عايدة يعني نقترب من هذه الفعالية، معي هنا الدكتورة خولة بن جمعة الهوتية وهي مديرة دائرة الخدمات الصحية بولاية قريات. دكتورة مرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير. سلطان بصحة وعافية إن شاء الله. دكتورة نتحدث عن فعالية اليوم وأيضا ما تحتوي هذه الفعالية. طبعا تحتفل قرصنة سنويا باليوم العالمي للصحة النفسية، وذلك نظرا لأهمية الصحة النفسية ولأهمية رفع الوعي الصحي للعاملين الصحيين وللمجتمع في هذا المجال. طبعا الصحة النفسية هي ليست مجرد الإداء من الاضطرابات النفسية، بل هي عبارة عن حالة من العافية يمكن فيها للفرد تكريس قدراته الخاصة وتكيف مع أنواع الإجهاد العادية والعمل بتفاني وفعالية في الإنسان في مجتمعه. وتمثل الصحة النفسية حسب هذا التعريف الإيجابي الأساس اللازم لضمان العافية للفرد وتمكين المجتمع من تأدية وظائفه بشكل فعال. نعم دكتورة، كان يعني كلام جميل وإطار نظري جميل حول موضوع الصحة النفسية. من خلال الفعالية اليوم كيف ستنفذون هذا المفهوم أو تكرسون هذا المفهوم على أرض الواقع من خلال البرنامج وأيضا من خلال الفئة التي ستستهدفونها؟ طبعا تشمل الفعالية على محاضرة عن الصحة النفسية بالتعاون مع مستشفى المسرة، محاضرة بعنوان الصحة النفسية السليمة بالتعاون مع مركز الكوثر للإشارات التربية والتنمية والنفسية والاجتماعية، ومسرحية هادفة من مدرسة رابعة العدوية بقريات. فطبعا الفئة المستهدفة هم جميع يعني فئات المجتمع، من طبعا فئات سواء المدارس سواء الفئات الأخرى جماعات الدعم وغيرهم، يكون إن شاء الله حاضرين معنا.
دكتور نعرف يعني ربما هو السائد بالنسبة لكم الاهتمام بالجانب الصحة العضوية للفرد، إلى أي حد أيضا يعني خارج نطاق هذه الفعالية اهتمام الدائرة بموضوع الصحة النفسية في المجتمع؟ طبعا الصحة هي ليست فقط يعني تعريف منظمة الصحة العالمية، هي ليست فقط يعني الخلو من الأمراض، وأيضا هي العافية والصحة النفسية عامل جدا مهم في عامل الصحة. وطبعا توجد يعني الكثير يعني من الفعاليات من وقت لآخر ونخص الصحة النفسية بالولاية، وكما هو معروف طبعا هناك كثير يعني من العوامل المحددات للصحة النفسية كالعوامل الاجتماعية وغيرها. طبعا في اهتمام كثير أيضا بالجانب الاجتماعي معانا، طبعا توجد عوامل نفسية وغيرها تؤثر على الصحة النفسية، فطبعا هي كثير مهمة وفي كثير من الفعاليات تقوم بهذا الخصوص. شكرا لك دكتورة خولة بن جمعة الهوتية مدير دائرة الخدمات الصحية بولاية قريات. إذا عايدة هكذا نقلناكم جولة سريعة حول البرنامج وأيضا ما ستشتمل عليه هذه الفعالية. نعم، نتمنى كل التوفيق للمنظمين، إن شاء الله فعالية تحقق جميع الأهداف المرجوة منها. شكرا لك الزميل أحمد الدرمكي. شكرا لك. شكرا لك مستمعينا. حابة أختم كذا بموضوع في التقنية، واتساب تتيح لمستخدمي أندرويد إخفاء متى تمت قراءة الرسائل. أنا ما أعرف ليش طبعا الناس عملوا سالفة لما صاروا الخطين هذيل، برغم إحنا يعني زمان في البلاك بيري ما كنا نهتم لهذه المواضيع أبدا، قرأ ما قرأ يعني ما أهتم حتى إذا هو يعني يحسبني قرأت رسالته أو ما قرأتها. عموما أطلقت خدمة الرسائل الفوري واتساب أمس الجمعة تحديثا جديدا لتطبيقها على نظام التشغيل أندرويد عقب القلق والضجة التي أثيرت بعد تحديثها السابق الذي منح المستخدمين القدرة على معرفة متى تمت قراءة رسائلهم. وكانت واتساب المملوكة لشركة فيسبوك أطلقت الأسبوع الماضي تحديث لتطبيقها على أنظمة أندرويد وآي أو إس وأيضا ويندوز فون، الهدف منه تسهيل معرفة متى تم تلقي أو قراءة الرسالة المرسلة من قبل الطرف الآخر. وطبعا إحنا عارفين أنه الميزة أنه أصبح يبين عندنا بتغيير اللون إذا قرأ الرسالة أو ما قرأها، وأثير طبعا هذا التحديث ضجة كبيرة وحتى السخرية، حيث يعتقد البعض أن هذه الميزة تسلب منه حق التجاهل أو تأجيل الرد على الرسائل الواردة إليه، فيما يجدها البعض الآخر إضافة مفيدة ومميزة لتطبيق التراسل الفوري. إذن بالنسبة لي يعني مستخدمي أندرويد يستطيعوا يخفوا هذه الميزة ربما، أو يعني عموما هذا التحديث، أما للآيفون لسه ما في أي يعني أي تطبيق يساعدهم على إخفاء هذا الشيء. عموما أنتوا يعني ليش عاملين هالسالفة؟ أنا عادي أنا أعلمكم طريقة إحنا كنا نسويها أيضا في البلاك بيري، أنت ما في داعي تفتح المحادثة حتى لو قرأتها كذا من برا، احذفها مباشرة، ترى هو ما بيبين عنده انك انت قرأت الرسالة او ما قرأتها، بس انت احذفها وخلاص الامور طيبة. احنا كذا مستمعين وصلنا الى نهاية هذا التواصل من برنامج صباح الخير يا بلادي. مستمعين بكرة الجالية المصرية تنظم مسيرة إن شاء الله، يبدأ التجمع الساعة 3 عصرا وتتحرك المسيرة في تمام 4 من أمام وزارة الإسكان بالخوير، ويتمنى أنكم تشاركوهم. نتمنى لكم مستمعينا يوم موفق إن شاء الله وإجازة سعيدة. كانت معكم في الإعداد والتقديم عايدة البلوشية، في الإشراف إيمان الحسنية، في المتابعة والتنسيق انتصار الحارثية. هذه أجمل تحية من المخرجة شمس ريسية، ومع السلامة. سلام الله على من قادنا قدام بالعربات، إلن نفتخرنا بأصلنا لا قالة وعماني، تحط للزعيم اللي علينا غيث أهل هتان، سندنا سيدي قابوس مفخر كل سلطاني. عسى الله يحفظك يا منبع الخيرات والإحسان، وتبقى الدار بأهل الدار يا مولاي عمراني.
صعدنا كل عالي وامتطينا هالسحاب حصان سكننا بالثريا وغيرنا بالأرض سكاني عسى الله يحفظك يا منبع الخيرات والإحسان وتبقى الدار بهل الدار يا مولاي عمراني سلام سلام كل سلام الله عليها بين أهل الأوطان علمها بالسما حرن رقى من دون جنحاني بلادي سيرة المجد وحكايات الشموخ عمان غلها وين ما شديت يبقى وسط شرياني بلادي يا بعد راسي أحبك وادعي الرحمن يحفظك مع فجر كل يوم من ميلات الأزماني نحب اللي يحبك والذي يبغى ذاك يهان معنا يحشم الطيب ويهبى كل خواني بلادي يا سلام الله عليها بين هالأوطان علمها بسمة حرن رقى من دون جنحاني وسلام